السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو إن شاء الله ندير واحد الرأي ديالي، يعني ماشي يعني رأي شخصي فيما يخص الفيديو الأخير اللي دات أسماء بيوتي. أنا شفت واحد القناة ديال الأخت ثناء في ماليزيا ودخلت شفت الفيديو. طبيعة الحال أنا يعني ما متبعش أسماء بيوتي، ماشي ما عنديش معاها ولا عندي معاها شي حاجة ولا شنو، ما يعني لا علاقة لي بها، ماشي معاهم ماشي ضدها. ما اللي بغيت نقول هو أن ماشي غير أسماء بيوتي، ماشي غير أنت يا الأخت أسماء بيوتي يعني اللي كنلاحظوا هو اكثر الناس اللي كيديروا البوز، الناس اللي كيركبوا على الموجه، الناس اللي كيوصلوا غالبا في هذه القنوات ديال اليوتيوب. ماشي كل شيء طبيعه الحال كيبداو يديروا شي حوايج، يعني حاجه واحده اللي غادي نعلق عليها انا هو هذيك الصدقه. يعني الفيديو الاخير اللي درتي، يعني مشيتي درتي واحد الصدقه طبيعه الحال، جزاك الله خيرا الا تقبلها منك الله طبيعه الحال، لان احنا كنعرفوا بان الصدقه الا عطاتها اليمنيه ما خصهاش تشوفها اليسريه. يعني هذه هو شروط ديال الصدقه باش يقبلها من الله سبحانه وتعالى. انت يعني طبيعه الحال مشيتي درتي هاد الفيديو ديال ديك الناس، ديك السيده مسكينه اللي مشيتي عندها، ديك العائله، ولكن اضعف ايمان الناس ما خصهمش، واخا يشهروا الصدقه ديالهم ما خصهمش يبينوا الوجه ديال الناس المحتاجين. يعني ماشي غير انت كديرها، كيديروها الناس يعني ربما ما في بالهم كيديروا الخير، وما ما الله يتقبل منهم الله اعلم. حنا راه يعني حنا غير عباد، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم. حنا كنهضروا على اش قال الله سبحانه وتعالى، غالبا كيمشيو يبينوا الوجوه ديال الناس. يعني هذا خطأ فادح. يعني أغلبية الجمهور المتبعين كيعلقوا على هذه القضية، كيعلقوا على أن الأقل أضعف الإيمان ما يبانوش الوجوه ديال الناس. وهذه القضية يعني كيديرها يوسف الزروالي، كيديرها زين الدين، يعني كما كنشوفوا قنوات واصله. مي الخطا هو انك تبينوا الوجه ديال الناس، واش تبغي انت ولا انت يعني يبان لكم الوجه ديالكم. في بعض الحالات بحال هادي حط انت نفسك في بلاصه هذاك السيد ولا ديك السيده، اضعف ايمان واحد يدير صدقه ما يشهرش على الاقل الوجه ديال الناس او لا العنوان او لا شي حاجه. البنادم ما خاصوش مسكين يتشهر، لان كيشوفوا العالم كامل، يعني شحال ديال المتتبعين كاينين. حال مثلا السيده اللي لاحتها، السيده من لاحت حوايجها في الشارع، هذا عمل غير انساني، يعني غير انساني بتاتا. يعني سهل عليها الله، يعني شهراتها هذيك القناة ديال شوف تي في شهراتها، مي كنعرفوا ان شوف تي في كتجيب جميع الكواريت، يعني اكثر الفيديوهات كيكونوا خايبين، يعني ما خصهمش يدارو طبيعة الحال. ولكن بسببها يعني دخلات واحد الانسانة شرات ليها دار. هذيك الانسان نفسها ما كانش على، يعني ربما كانش على تبين هي وجهها اصلا، يعني باش كما كنقول الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. هي ربما ما كانش قصدها انها تشهر راسها ولا شي حاجه، مي يعني انت غالبا المحسنين ما كيبينوش وجههم، ما كيبانوش، ما كيتعرفوا هما المحسنين اللي كنعرفوا حنايا. المحسنين اللي كنعرفوا حنا هما هادو، ما كيبينوش وجههم. تا اختي درتي داك، انت ديجا عندك الناس، يعني بنادم حاط عليك كدا بالسينيال يعني بهذا، انت زدتي كملتي بداك الفيديو، ما خصكش
يعني تبيني. وحاجه اخرى ثاني درتي فيديو مشيتي تقديتي ما عرفت شحال ديال سميتو هذيك حوايج يعني كاين بنادم مسكين محتاج بنادم ما 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 ما, ما. ماشي حوايج دارو هادو فهمتي يعني الله يحسن العوان الله يحسن العوان يعني تعاونوا بعضياتكم واحد خاص يولي يقدر الاخر لا اله الا الله راه بنادم مسكين راه والله الا عام بلا راه والله العظيم بنادم كتشوفو كتقول راه بخير هو راه محطم والله العظيم يعني راه عالم بغلا بوحدو كاين مسكين اللي ما يقدرش يخرج كلمه وحده وراه ها هو السيد مسكين انتحر يلا ها هو السيد مسكين انتحر علاش مسكين راه ما حسدو ما خصوش يخرج وبقى مسكين الله كريم باش غيوكل لك وليدات الله يرحمو مسكين في هذا النار يعني هذا غير رأي ديالي انا ما عنديش معاك وما لا زعما يعني ما ماشي ضدك وماشي معاك علاش لان انا ما كنشوفك نهائيا الفيديوهات ديالك ماشي ما كنبغيش نشوفهم ما كنشوفش عادي ما كنشوفش يعني انت ما كتشوفيش الفيديوهات ديالي يعني علاش نقول لك علاش ما كتشوفيش الفيديوهات ديالي يعني ما بيني وبينك راه خير الاحسان ماشي حوايج خاصك اختي تتفاداهم لان الجمهور ديالك اللي بغى يتابعك راه خاص يعني ولكن عارف طبعاً إحنا كنعرفوا بأن كل واحد عنده أعداء وعنده محبين ديالو والناس اللي كانوا وصل طبيعة الحال ما غيكون عنده أعداء كما قلت لك أنا راه ماشي ضدك ماشي معاك لأن أصلاً ما كنشوفش يعني ما مع كل احتراماتي للجميع هذا رأيي كان رأيي في الشوشرة اللي يعني اللي خرجت أنا بغيت نعطيها رأيي بحالي بحال الناس وهذا مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.